وديرو قول لي غندير بسيط بسيط هو بسيط. سير هذه Do you كور ever look at someone and wonder what what's is going going on on not inside bad their head? تحداك تحط سروالك وتخشي صبعك وتلحس صبعك. يوسف ما كنشوف فيديو تحت الفرياكشن خطيره جدا جدا بطبيعه الحال. اليوم عاوتاني فرقعت بزاف ديال الفيديوهات غندوزو فرياكشن ما نديروش رياكشن حمقى. واخيرا المسلسل اللي كنعرفو ديال الندى وذاك الرباعه مهم سهله. دابا حنا بقينا بيس اند لوف فهمتي. دابا غنشوفو شي حاجه اخرى يعني باش نطورو من الكونتون. صباح الخير بخير مين ساتي سي انسان من روكاسخ واش كان بالك انت كنبغي نصور شي فيديو صات غير تعامل خسر ليا تليفون بالرجوله وانا مالي وانا واش انا عندي محل ديال التليفونات خسر لك تليفون اخويا سير تجري ولا دبر راس واش انا موصينك عليا انت ما فيهاش انت الصاط غير شوف غير شوف كي دير الله يرحم باك شوف غير شي تليفون واعر وريه لي الله يرحم بشري حاصل صاحبي حاصل اش ما كتبقى تبكى عليا كنحشم حدا الناس صاحبي كتجيني بالعاني حدا الناس باش نستعطف معاك ندمت على النهار اللي سكنتك معايا. شوف راه كاين واحد لاشين سميتها سبيس فون كدير لي ريفيو بزاف ديال الحوايج على التليفونات يعني دخل ليها ياك الصاط اسمع ليا مزيان راه ما غنعاودش الهضره انا معاك انا معاك ليها تفرج في لي ريفيو اللي كيدير واختار التليفون اللي عجبك وسير شري بحالو خويا صافي. دابا ما تفرش ليها صافي. شنو سميتها سبيس فون ما كتعرفش كيفاش كتكتبها كيفاش كتكتبها. السلام عليكم معكم ياسين من القناه ديال سبيس فون والفيديو ديال اليوم عندنا على الهاتف مي 11 لايت ديال شركه شيومي اللي كلونسا غير مؤخرا وجبناه وجربناه وحط له السط لاش نديرو في الديسكريبشن حتى هو تعامل مع بنادم صاحبي ماك ويلي يغبر لك الشقف سطع لي راسي. وطفق الاحفاضة تامي سبينوزا هادي خصها شي شطيحة هادي ما بقات تقرا ولا تشطيح ناضي. شوف والله الا طريقه زوينه للحفاظه للتلاميذ دابا عندهم جاو وكذا دابا غادي يحفظوا داكشي مع النغمه في امتحان يقدر يسترجع النغمه يعقل على كلشي داكشي اللي حافظه نوكيا نوكيا تليفون غالبا بحال دخوني كيكون عنده جيبو عامر بزاف فيه السوارت والتليفون حسن وين داك التليفون مسكين كيتخلط مع السوارت وما كتعرفو تليفون ولا باش كتوصل لـ40 عام وباقي بلا زواج. كيدير تنشطيش تنشيط مالو كيدير هادو 40 عام بلا زواج راه شي حاجه زوينه صراحه. حيت حنا كنشوفوها بواحد النظره اللي خايبه الزواج زعما شي حاجه صافي دوز دوز فاك ايوا كاش الزاط تحدي صعيب. شنو هو التحدي؟ تحدي ولكن وعدني بانك ديرو وما يكونش فات خسر الهضره ولا شي لا لا يا اخي واش حنا شوف وجهي ديال خسر الهضره راه انا هو داك ميريكان اللي كنت كنقول منه راه جيت عندك حققت لك الحلم. شوف انا ميريكان عزي هذا عزي ماشي بيض ميريكان عزي. ها انتم كتشوفوا خونا خونا اللي كيقول لكم دوزوا عندي الانستغرام عنصري كتقول عواز صاحبي دابا بقات في اللون ويلا صاحبي. تحدي كاين غير في الدار غير تما غير حداك ماشي شي تحدي للخيبه انا غنتحداك قدامهم وديروا قول لي غنديروا بسيط بسيط هو بسيط سير هادي. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? تحداك تحط سروالك وتخشي صبعك وتلحس صبعك قدام هاد الناس فاك تصدم جد تصدم كيف كيف وات ذا فاك. شوف لي الرياكسيون دوزا وصراحه سر والله الا سر هو اي حاجه تحدي واش غادي يقول لا قابل التحدي ونديرو كيعجبوني عينيك صح معايا واش كيدير هكا زعما باش يبين لنا حفرات الزين كيدير هكذا فاك الكرينج الكرينج كنحس بالكرينج اش باغي عندها الصالون درياس في الكابينه ناري على مساء النور اليوم احبيبه ديالي غنعلمك كيفاش تستقبلي راجلك منين يجي من الخدمه اجي تبعيني شو 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 صندالة
What the fuck. حبيبي ديك الرجيلات شو قهوة زعما وكتغسل رجلي ترى هذا العبودية هذه ماشي الزوج اليوم حبيبي طيب لك واحد طويجي وده توحشتك يا حبيبتي شد فاكا بصات والله الا انا دري وما ما قدرتش نشرش هذا الفيديو ما نبغيش مرتي دير ليا بحال هكذا بالرجوله دابا بهذه العقليه كيسحبك ما تحافظي على راجلك باش ما يخونكش صدف سيري قرايه تعلمي ديري شي لعبه في حياتك صاحبي ديك الساعه يكون عندك واحد القيمه واحد الكومبورتمون في المجتمع باقي تغسل راجلي رجلي باش يبغيني كوزينتك المروكي انت باغي مرتك تغسل لك رجليك انت كتهضر مع واحد الساطه ديما المروكي كلا الشباك يوصلوا لي جابت له صاحب الزعوة لا ما خرجت فين انا قدر يلا يشت من الحمام هاي 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 كيفاش لا انا مازال في الدار كاسمع الصوت ديال الطوموبيل حتى نشف شعري انا نشف شعري ونعود نعيط صعبتها معاها سيدة غادي شد الطريق مع سي مسافرة وضحك على داك البوالي قالت له راني في الدار حبيبة هو تبت تبت قال لها حبيبة ديالي كتبغيني كدا مزيان حمار انس انا اختكم من قوم اخر اليوم جيت نقول لكم الحقيقة اللي انا فضائية جيت من الفضاء من كوكب اسمه ليليكس هو يبعد عن الارض ب 33 مليون سنة ضوئية وحابة نقول لكم ممكن ما تأمنونيش هادي باينه شي فضائي دار لها فري وكري وباينه ما فيهاش نطبع لكم عليها عييت 6 شهور هادي وانتم كتسولوني هاد السؤال بركه اليوم غادي نجاوبكم برا لو تغما لو تغما لاباس عليها برات الحمد لله ما تشرحتش بموسى قلنا لكم اخ شباك دابا لا عايشه حياتها عايشه حياتها عايشه حياتها لو تغما عايشه حياتها فهمتوني كتفكروا فاش كنفكر اللهم اني صاحب فهمتش بنادم كيبقى مقابل دابا اختنا لو تغمه ديالها طرات لها فيها البلان وبنادم باقي كيحاضيها كيسولها مال لو تغمه ديالك وفين وصلات وش بخير كيدايره صح لاباس شوف بنادم كيفاش كيفكر اصلا راجل نمله نمول وراجل نحله حول وراجل طوبه طبو الفار الفار يا الحمار انت دخلتي للتيك توك الساط عمي كل شيء دخل للتيك توك ما يمكنش الضغمومي انا عمل واحد فيديو اخاو اقول لك وكان بغيها شي ناس قول لي شكون هي اقول لك الواليد باش نعملوا الشمس العاشيه ديك العائله اللي كيقولوا عايش واه مزيان اخاو صافا اخاو ديال غادي نجبد التليفون صورو من راسي انا كانت كونيكتاي فينا كانت كونيكتاي الضغمومي نعم اخاو وكان بغيها شكون هي اخاو اختك انسى ما تجبد له اختو مشي تجبد له اختو كي توشع واخا يكون غالبك في الحوار كتجبد له اختو كتغلبو انا سبايدر مان عاوتاني سبايدر مان انقذنا انا اتي لانقاذك تبع تبع بنادم هارب اصاحبي ناري شي الكوردة كيجر وداه مات هل هو حي؟ نعم انا حي ما كيموتش سبايدر مان ما كيموتش الدراري تاكوس نخر ديال الفيديو خوت ملي كتكون فيديوهات اللي صيفطتو ليا اليوم عاودوا صيفطوا لي فيديوهات اخرين باش المره كيمشي بعد ليا ومبقاش شي وقيته فين نصوركم تما يلا بيس اوت نتلقاو في فيديو جديد